هذه الحصيلة تسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 21 إلى غاية أوت 22. فلقد عرفت بلادنا انتشاراً رهيباً لفيروس كوفيد 19، فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. هذا الوضع الصعب للغاية زادته تعقيداً الصراعات الجيوستراتيجية التي اندلعت جراء الأزمة التي عرفتها منطقة أوروبا الشرقية. ومع ذلك فإن هذه الظروف الصعبة التي لم تثني من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيرة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطنين.